زملاء وزميلات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم إن شاء الله في الجزء الثالث من سلسلة All About Porcelain Laminate Veneer. نحكي إن شاء الله فيها عن 10 Tips for Best Treatment Plan. كنت ذكرت إنه الأبوينتمنت الأولى مع البيشنت هي بتكون Diagnosis Treatment Plan. فمحاضرة اليوم الهدف منها تنظيم هاي الزيارة الأولى بحيث إن شاء الله تكون الأمور واضحة بالنسبة لنا شو نحتاج نعمل وإلى أين نصل من خلال هاي الجلسة. فخلونا نبدأ. بداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال الروابط أو من خلال الباركود لأي تواصل أو استفسار، هذا أمر بيسعدني حقيقة. بدي مجددا أيضا أكد على حاجتي لدعمكم وتشجيعكم من خلال اللايك، من خلال المشاركة والاشتراك. بعتذر إذا صوتي اليوم ما كتير واضح، بصراحة كنت تعبان هذا الأسبوع بسبب إنفلونزا حادة، فأعذروني إذا كان الصوت متغير أو ضعيف. فيما يخص الجلسة الأولى، الموعد الأول، أنا كنت قسمت مواعيد المريض اللامينت فينير في العيادة وقلت أنه نحن بنحتاج تقريبا 4 مواعيد لتسهيل تنظيم هاي النوعية من المعالجات، وقلت أنه في الزيارة الأولى نحن لابد من وضع تشخيص وخطة معالجة نشتغل من خلالها ونحن عارفين الحالة اللي بين إيدينا والحدود اللي ممكن نحن نوصل فيها، سواء من ناحية متطلبات المريض وأيضا من ناحية ما نعرفه ونفهمه من مبادئ تصميم الابتسامة. ال10 نقاط اللي اليوم بدي أذكرهم، والحقيقة أنا حبيت أقسمهم إلى 10 نقاط فقط للتسهيل بحيث نكون عارفين بالضبط نحن في هاي الجلسة ما نريده. مهم جدا في هاي الجلسة هو انه نحن دائما نستحضر السمايل ديزاين برينسيبلز، وهذا الامر كنت فصلته في البارت 2 وجزء حتى من البارت 1 من السلسلة اللي بتخص دينتال لامينات فينير. الامر الثاني هو الفحص السريري بطبيعة الحال، فحص اللثة، فحص الاسنان، لانه هذا الامر حتى متداخل مع موضوع السمايل ديزاين برينسيبلز، وايضا لحاجتنا لتقرير المعالجات التحضيريه قبل ما نروح باتجاه المعالجه بالفينير في حال كنا نحتاج بعض المعالجات التحضيريه سواء الريستوراتيف او الاورثودونتيك او السيرجيكال. النقطه الثالثه اللي نحتاجها هي عمل الصور فوتوغرافي. النقطه الرابعه هي الاكس راي او الاشعه. النقطه الخامسه هي فحص الاطباق والاوكلوجن. النقطه السادسه هي طرح اي ثيرابيتيك نيدز مع البيشنت، واحيانا قد تكون كافيه كالتيرناتيفز للمعالجه بالفينير. بعد هيك ضروري انه نحن نحدد نوعيه البورسلين اللي نحن من خلاله نصنع الفينير، وهذا امر راح افصله في محاضره خاصه راح نحكي عنها غالبا في الجزء الخامس من هاي السلسله. مهم ايضا ناخذ اللون قبل حتى انه نحضر للفينير، وهذا الأمر إن شاء الله حنناقشه بالتفصيل في البارت 4 المحاضرة القادمة. بعد هيك ممكن ناخذ إمبريشن تحضيرا للموعد الثاني يلي يكون فيه الواكس أب والموك أب. حقيقة جلسة الدياجنوزز والتريتمنت بلان هي في جوهرها واحدة، لكن نحن بنعملها على موعدين. الموعد الأول بنعمل فيه النقاط الثمانية الأولى وبنستحضرها بشكل مفصل، وبالجلسة الثانية بنعمل الموك اب بناء على الواكس اب اللي عمله اللابراتوري. في محاضرة اليوم ان شاء الله راح اتكلم على النقاط، طبعا النقطة الاولى والنقطة الثانية كنت شرحتهم بالتفصيل في خلال بارت 1 و 2، والنقطة السابعة والثامنة ان شاء الله حتكون هي عنوان المحاضرتين القادمتين ضمن سلسلة All About Porcelain Laminate Veneer. ونحكي اليوم ان شاء الله عن النقاط الاخرى بالتفصيل. فيما يخص الفوتوغرافي أو الفوتوز، مهم طبعاً بهي المرحلة إنه نحن نأخذ 3 صور خارج الفم للبيشنت، صورتين أماميتين، واحدة في وضعية الراحة وأخرى في وضعية الابتسام، وصورتين جانبيات ممكن نعتبر نحن كصورة واحدة هي البروفايل. أيضاً مهم إنه نحن نأخذ صورة للأسنان أثناء الإطباق بالمنظر الأمامي من الأمام ومن اليمين ومن اليسار، ومهم أيضا أنه نأخذ صورتين إطباقيتين للفك العلوي والسفلي. هاي الصور الحقيقة مهمة جدا خاصة للتواصل مع الفني،
لحتى يكون عنده تفاصيل تساعده أثناء عمل الفينير لحتى نوصل للابتسامة المثلى. وفي هذا الإطار بدي أذكر أهمية صورة خاصة، اللي هي صورة وضعية الـ 12 أوكلوك، وأعني بها الوضعية of the dentist related to the patient in dental chair. الوضعية هي بتساعد إنه نحن نحدد الـ procrination of the incisors، البروز للقواطع، بحيث نحن نقدر من خلالها نحدد الحاجة لريدكشن، مدى الحاجة وكمية الحاجة للريدكشن قبل ما نروح باتجاه البريبريشن وعمل الفينير. هنشوف على سبيل المثال انه في الصورة اللي انا حاططها نحن في عنا تقدم واضح للقواطع على الحافة الهامشية او الفيرميليان بوردر اوف ذا لور ليب. فبهيك حالة، لانه نحن الشيء الطبيعي انه تكون الحواف، انه يكون السطوح البكال للانسايسورز تكون متمادية وماسة للفرميليون بوردر، فمنشوف نحن هون كيف انه هذا التعدي على الحافة، على الشفة السفلية، يعني انه نحن عندنا بروكلينيشن، محتاجين معناتها نعمل ريداكشن قبل ما ناخذ الامبريشن. بالنسبة للأشعاعات، ضروري طبعا نحن ناخذ أشعة بانورامية بشكل عام لحتى نحن نميز وجود أي مشاكل قبل ما نروح لنواحي تجميلية. قد يكون هناك مشاكل أخرى أكثر أهمية أو قد تؤثر الحقيقة على عملنا. المهم ممكن نحن الإكس راي تكون أيضا سي بي سي تي في بعض الأحيان لما يكون نحن محتاجين كراون لينثنينج، بفيد السي بي سي تي خاصة بحالات الالترد إيرابشن. بهيك حالة بيحدد لي بالضبط كمية القطع اللي نحتاجها من العظم، وحتى من خلال السي بي سي تي ممكن نصنع الدليل الجراحي اللي يساعدني على عملية قطع اللثة بطريقة دقيقة ومضبوطة. إن شاء الله هذا الأمر رح يكون له مجال للمناقشة بسلسلة خاصة عن الجينجيف اكتومي، رح احكي فيها ان شاء الله عن هاي الامور. التالية هي الاوكلوجن. بالنسبة للاوكلوجن طبعا دائما ما كان الاوكلوجن يعني من المواضيع اللي مربكة او عسيرة الفهم لبعض الاطباء، لكن الحقيقة هو جزء مهم جدا في عملنا، واحيانا بيكون سبب لفشل ترميماتنا. لذلك لابد من البداية انه نحن نفحص الاطباق ونحدد مجموعة من الامور. على سبيل المثال، لابد من فحص البعد العمودي ومناسبته لتخطيطنا للحالة وتصميمنا للابتسامة. في بعض الأحيان إذا لاحظنا أن هناك نقص في البعد العمودي يمنعنا من أنه نحن نحصل على تصميم الابتسامة المناسب. مثلا نحن حبينا نطول في طول القواطع بناء على العرض الموجود، بناء على مجموعة الاعتبارات اللي ذكرتها في مادة تصميم الابتسامة. بهيك حالة نحن يفضل أنه نحن نبدأ بمعملية رفع البعد العمودي للإطباق قبل الحقيقة المعالجة بالفينير. وطبعا موضوع عملية رفع البعد العمودي وتعديل البعد العمودي بشكل عام إن شاء الله راح أتناولها بسلسلة مفصلة من خلال سلسلة البروستودونتكس اللي كنت بدأتها مع الكومبليت دينشرز. مهم أيضا كمان نشوف لو في عندي أي إعاقات إطباقية بين السنتريك أوكلوجن وبين السنتريك ريليشن. هذا أمر مهم من هاي المرحلة إنه نحن نحدده ويتم إزالة هاي الإعاقات الإطباقية، لأنه لها تأثير بالغ في فشل، خصوصا بالنسبة للامينيت فينير وحتى بالنسبة للريستوريشن بشكل عام. بشكل عام نحن بالنسبة لزيادة البعد العمودي لحد 5 أو 6 ملي تعتبر زيادة محتملة وما بتسبب لنا اي مشاكل او تغييرات. في حال انه رغبنا اكثر من هيك، لابد الحقيقه انه نحن نرفع البعد العمودي على عده مراحل. نحكي ان شاء الله اكثر عن هذا الموضوع في وقته. من الامور ايضا اللي لازم نتحراها هو الانتيرير جايدنس والفانكشنال اوكلوجن، ونشوف الحركات الجانبيه والحركات الاماميه، نشوف طبيعه الفصل الخلفي في الحركات الاماميه الجانبيه. هيك مهم جدا انه نحن نحصل او نعمل الارتكليشن، وأعني به العلاقة بين الأسنان خلال الحركات الإكسنتريك أو الأمامية والجانبية والأسنان في حالة تماس. هذا أمر مهم جدا أنه نحن نتحرى حتى في صناعتنا للواكس أب والموك أب، نحن نكون عارفين بالضبط أنه ما نطمح إله من تصميمنا للفينير لن يكون إله تداعيات على مستوى الإطباق سلبية، أو لن يكون للإطباق تأثير في فشله. عملية إزالة الإعاقات الإطباقية بين السنتريك ريليشن والسنتريك اوكلوجن وعمليه تعديل الاطباق بشكل عام كمان ان شاء الله راح يكون لها نصيب ضمن سلسله البروستودنتكس لما احكي ان شاء الله عن الاوكلوجن بشكل عام.
أيضا نحن معرفة نموذج الإطباق وقوة النظر عند المريض ووجود بعض العادات الوظيفية الشاذة والخاطئة ممكن يوجهنا نحن اختيار نوع معين من البورسلين اللي راح أحكي إن شاء الله في المحاضرة بعد القادمة عن هذا الأمر بشكل مفصل. بشكل مبدئي فينا نقول إنه نحن لما يكون عندنا نحن مريض مع قوة مضغية عادية ممكن نحن إنه نختار أي نوع من أنواع البورسلين اللي بنعرفها. ممكن نروح للاتجاه البورسلين الأكثر جمالي مثل الفيلدسباث مثلا، لكن في حال كان عندي قوة إطباقية زائدة ممكن نشوفها من خلال نموذج الساحل على الأسنان، هون نحن يفضل إنه نحن نروح باتجاه مواد أكثر قوة مثل الإيماكس أو الليثيوم دي سيليكات. الخطوة الأخرى في موعد التشخيص خطة المعالجة هو ممكن نناقش مع المريض أي احتياجات علاجية نحتاجها قبل ما نروح باتجاه عمل الفينير. ممكن الحقيقة نحتاج مجموعة من الأشياء ممكن نحتاج أحدها من هاي الأيستيتيك ثيرابيز اللي ممكن نحن نتخذها سواء كمرحلة انتقالية باتجاه عمل الفينير أو حتى أحيانا معالجة بديلة هي يعني البليتشينج عند الدايركت كومبوزيت فينير في حال كان عندي ماينر كوركشنز وعندي متطلبات جماليه منخفضه، اورثودونتيك تريتمنت في حال كان عندي مشاكل كبيره تحتاج انه نعالجها بالتقويم او انه نحن نعالجها جزئيا بالتقويم قبل ما نعمل ترميماتنا بالفينير اللي تحقق الابتسامه المطلوبه. ايضا اي احتياجات على مستوى اللثه الجراحه وفي حال انه بدنا نعمل بوتوكس او فيلر. طبعا في جدل حول انه هل نعمل الفينير قبل هل البوتوكس قبل. مفضل لدى البعض انه نحن نعمل كل شيء وكل الفينير هو الخطوه الاخيره. انا هون بس بدي استثني شغله، دائما انا افضل بالنسبه للبوتوكس والفيلر انه يكون بعد عمل الفينير، والسبب انه الفينير هو معالجه ثابته حتستمر مع المريض، في حين انه البوتوكس هو معالجه مؤقته بتحتاج انه يعيدها المريض كل 6 اشهر تقريبا. ففي حال المريض ما استمر في عمل البوتوكس راح تظهر النتيجة الثابتة اللي هي المعالجة الثابتة اللي هي الفينير على أرضية مختلفة اللي عن اللي أنا بنيت عليها بعد عمل البوتوكس. لذلك خاصة على مستوى البروز للقواطع بالنسبة للشفة، وقلنا أنه هذا يعتبر أحد المظاهر الجمالية المهمة، ولذلك أنا بفضل بالنسبة للبوتوكس الفيلر أنه يعقب عملية المعالجة بالفينير وليس العكس. طبعا بالنسبة للبورسلين حخصص لهذا الموضوع إن شاء الله محاضرة خاصة. هناك عديد الأنواع من البورسلين مش واحد، سواء الفيلدسبات سواء الزيركونيا أو الليثيوم دي سيليكات سواء الليوسايت رينفورسد بورسلين، كل هاي بتختلف من النواحي البصرية وبتختلف من النواحي الميكانيكية، فلازم نحن نختار الفينير بما يتوافق مع ما نحتاجه من خصائص بصرية وأيضا ما نحتاجه من خواص ميكانيكية وحسب حتى ما لدينا. على سبيل المثال ممكن نحن انه نحتاج في بعض الاحيان حتى على مستوى الريستوريشن او حتى على مستوى البنير انه نعمل مالتي لايرنج او مونوليثيك، ممكن نعمل تقنية الكات باك في حال نحن كان عندنا قوة اطباقية من الجهة الحنكية، فنحصل على النواحي الجمالية من الناحية الامامية ونحصل على النواحي الميكانيكية من الجهة الخلفية. انا راح احكي اكثر ان شاء الله عن الموضوع في موضوع خاص باختيار البورسلين لعمل الفينير في إن شاء الله المحاضرة بعد القادمة. النقطتين الأخيرات اللي بدي أحكي فيهم هم الواكس أب والموك أب. مهم نحن نعمل إمبريشن مثل ما قلنا، وبليز مع أرتكوليشن ما يكون الإمبريشن مجرد إمبريشن. مخبري لما يعمل لي الواكسينج يعمل لي الواكسينج بناء على فانكشنال أوكلوجن، هو عارف بالضبط إنه الواكس أب هذا منطقي وواقعي ما يكون في له مشاكل على مستوى الحركات الأمامية والجانبية. نحن الفكرة هي إنه الفني بيرجع لي الكاست بهذا الشكل، الواكسينج بالشكل اللي احنا بدنا اياه، وهذا امر بيعطيني حقيقه كثير من الفوائد. رح يخليني اعرف بالضبط المناطق اللي فيها واكس كثير انا مو محتاج احضر، المناطق اللي فيها الواكس رقيق انا محتاج احضر. ايضا رح يتيح لي انه انا اعمل الموك اب من خلال انه انا اعمل سيليكون جايد. نحن بنعمل 3 سيليكون جايد، الموتيفيشنال جايد يلي من خلاله بقدر انا احقن الفلوبل او الكريل المؤقت لحتى يحصل المريض على ابتسامته بشكل مبدئي، وناخذ موافقه خطيه من المريض على الشكل والتفاصيل. بهي المرحله نحن ممكن نعمل بعض التعديلات وننقلها للفني، ممكن نشوف مجموعه من الامور اللي حكيتها في مبادئ تصميم الابتسامه ومدى ملائمته للمريض ومدى تحقيقها.
الميكرو والماكرو تيكستشر، الريفليكشن اوف لايت، الباكال كوريدور، السمايل ارك، توث اكسبوجر، الميد لاين. كثير هي التفاصيل اللي حكيت عنها رح نشوفها. انا بنصح بهي المرحله انه نحن نترك المريض حوالي 10 ايام مع هي الموك اب، يشوفها يجربها ويجينا وهو عنده قناعه تامه بما يحتاجه، او انه يكون موافق عليها، ناخذ طبعا ابروفال كونسنت منه مشان ننتقل للمرحله اللي بعدها. النقطه اللي بدي اقولها كمان انه نحن بنعمل 3 سيليكون جايد. الاول اللي نحن شايفينه بيكون متناسب مع شكل اللثه محزز عشان يتحلي تنظيف الفلوبل، لما انا املأ السيليكون بالماده اللي راح تكون سواء اكريل او فلوبل، لما املأها فعشان تكون سهله ازاله الزوايد بنعمله بالتحزيزات متناسبه مع سكالوب اوف جينجيفا. الجايد الثاني بنعمله على مستوى 3 شرائح، راح احكي بالبريبريشن عن هذا الامر بحيث يعطيني فكره لما انا اطلع عن كميه التحضير المطلوبه وكميه التحضير اللي انا محتاجها واللي انا عملته. السيليكون جايد الثالث هو مهم جدا حتى نعمل المؤقت بعد ما نعمل التحضير، لابد انه نحن نعمل التعويض المؤقت، فبنعتمد على السيليكون جايد. السيليكون جايد الثالث اللي ايضا بيكون محزز بنفس تحديدات اللثه لحتى يسهل ازاله الماده الزايده. هيك نحن المريض صار عندنا فكره كامله عن ما يحتاجه وعن ما ممكن نقدمه لإله. الجلسة اللي بعدها رح يجي المريض ليعطينا الأبروفل وننطلق باتجاه الخطوة الثانية اللي هي الـ preparation والـ impression. إن شاء الله هذا رح يكون بعد ما نحكي عن أمرين من خلال محاضرتين قادمتين، الأولى عن الـ selection of the shade والثانية عن الـ porcelain، فتابعونا إن شاء الله في المحاضرات القادمة. هون نحن بننتهي من محاضرة اليوم، أتمنى أنه كانت محاضرة مفيدة، وإن شاء الله نلتقي في الأسابيع القادمة ونتابع في مواضيع طب الأسنان. أتمنى أيضا تدعمونا من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.